في قاضي بيعرفني صديق لإلي مهم جدا له 40 سنة، شكيت له همي، قال لي بقرا لك المسلسل إذا كان معك حق أنا بقدر أحبس لك إياه وهيك. فطبعا شاف إنه في أشياء كتير مأزية لإلي، فانحبس شهر بعدين حبيب مجاعيس. وعاد شهر الحلو لما عرف الموقف، يعني إنه أنا ليش ما استقبلته، قلت له لأنه حصل كذا كذا. يعني هو طبعا رئيس عظيم وأديب ومهم، فعطاني وسام القرص. صبوحة، ما زال حكينا عن الوسام، بقدر أعرف شو درجة هالوسام ومين علق لك إياه وبأي مناسبة؟ هو درجة ضابط كوماندار، وعلق لي الوسام كان بده يعلق لي إياه وزير يعني مهم بالبلد. أنا طلبت شمعون. آمني. لأني كنت حب شمعون كتير الله يرحمه. حب الشباب الحلوين. فعلق لي الوسام، وبعدين عد سفرت على المهرجان بالسنغال، مهرجان العبيد. فيستيفال دي زارناك عند ليوبولد سيدار سينغور. عند سينغور كان شاعر مهم. ونحن بنعرف انه كمان منحك وسام ليوبولد سيدار سينغور. اعطاني كمان نفس الرتبه ضابط وسام مهم، وكمان الفضل للجاليه هونيك. لانه الجاليه سعيت باني انا يعطوني الوسام هيدا، وكانوا فخورين اني عم بغني للعبيد اللي هن بيتعاملوا معهم. من كل جابوا لي هالوسام. كنتي وين ما كنتي رسولة لبنان الحلو، يعني الحمد لله يا رب، يعني قدرنا شوي. ست صباح، أنا معجب بأغنية زي العسل. ايه عظيمة هالغنية، مظبوط، هذه أغنية حلوة كثير، وبالفعل حافظ لها تسجيلاتها عندي بالبيت ودائما بسمعها. لا بناء على هالأغنية هذه بقدر أعرف شو صحة علاقتك ببليغ حمدي، وفينا نطفي نتدخل بهالموضوع هذا؟ بليغ ابتدى معي كان بعده بأول لحن عم بلحن، وما كنت كتير مآمنة فيه، بس طبعا مع الأيام لما تعامل مع أستاذ عبد الحليم نجح وصار الملحن الأول، وكان عظيم طبعا موسيقار بليغ ما بيجي مثله. فلحن لي عدة ألحان لحد هلأ ما بتموت، مثل زي العسل، يا نيانا، عد علي وسلم، عاش أو غلبانة، كل هودي يعني أغاني ما بتموت معي. من صغرنا وإحنا بنبني عشنا مع بعضنا، من حبنا يتعلم الطير مننا الهوى زينا. من صغرنا وإحنا بنبني عشنا مع بعضنا، مش بس اللحن، المهم الأداء والمهم المطرب اللي بيغني. أنت بتعرف إنه بليغ كان بده يتجوزني قبل وردة؟ أنا بعرف، بس ما بعرف ليش ما سألتك هالسؤال هذا. بس فينا نعرف ليش ما تجوزي؟ الحقيقة يعني بليغ أنا طبعاً بعزه كتير، بس عيشته غير شكل شوي. فكان صعب علي أتفهمها. مثلاً أوقات كون بنسجل لحن أطلبه
لقيه بالحبشه، بقول لك يا استاذ شو اخذك بس يجي على الحبشه؟ بقول لي ما عرفش، انا رحت المطار وركبت طياره وما فيش كمان معايا فيزا، ولقيت نفسي في الحبشه ورجعوني. كان ده